السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض حل مسائل الدرس الثاني في الوحدة الأولى أو الفصل الأول، وبتكلمني عن توصيل المقاومات وإيجاد المقاومة المكافئة للدوائر المركبة. والسؤال رقم 14 بيقول لي: مجموعة من المقاومات المتساوية عند توصيلها على التوالي كانت المقاومة المكافئة لها 100، في التوصيل على التوالي، لو نفس المقاومات ليها نفس القيمة متوصلة بتكون الـ RQ هتساوي N في R، حيث N عدد المقاومات. الـ RQ اللي هي 100، الـ N معرفهاش والـ R معرفهاش. ممكن على فكرة أقول إن عدد المقاومات بيساوي 100 على R. دي كده أول معلومة طلعناها في السطر الأولاني اللي احنا قريناه. وعند توصيل نفس المقاومة على التوازي كانت المقاومة المكافئة ليها بتساوي 4، يعني في التوازي أكيد في حاجة تانية. في التوازي ال RQ هتساوي قيمة المقاومة على عدد المقاومات، يعني 4 هتساوي ال R على ال N اللي هي بتساوي 100 على R. مقام المقام يطلع بسط، يعني هتبقى الأربعة هتساوي R تربيع على 100 ضرب تقاطعي، يعني ال R تربيع بتساوي 400 × 400. خد الجذر بتاع الطرفين، يبقى ال R بتساوي جذر 400. جذر 400 اللي هو بيساوي كام؟ 20 أوم. تبقى الإجابة عندك رقم ألف. عدد من المقاومات إن قيمة كل منها 40، تمام. وصلناها معا بطريقة معينة، ثم وصل طرف المجموعة بمصدر كهربي فرق الجهد بين طرفيه 120، فمر تيار كلي في الدايرة شدته 15 أمبير، فإن عدد المقاومات مش عارف ايه. خلي بالك، ومدينك فرق الجهد، قايل لك فرق الجهد بيساوي 120 فولت، والتيار الكلي اللي ماشي في الدايرة 15 أمبير. أقدر أطلع المقاومة المكافئة بتساوي دلتا في على اي، هتساوي 120 على 15، يعني قيمة المقاومة المكافئة بالكالكليتر تطلع كام؟ 8 أوم. طب ده هو بيقول لي كل مقاومة قيمتها 40 والمقاومة المكافئة طلع 8 بس. معنى كده طالما المقاومة المكافئة أقل من هذه المقاومة، المقاومة المكافئة أقل من 40، يبقى التوصيل دوت وانت مغمض توصيل توازي. عرفت منين؟ عشان المقاومة المكافئة أقل من قيمة إحدى المقاومات اللي هي 40. طب توصيل توازي، أنا عارف إن الـ RQ بتساوي R على N، أوكي؟ أوكي. الـ RQ أنت طلعتها بـ8، الـ R بـ40، الـ N بتساوي N. ضرب تقاطعي او طلع ال n مكان الـ8، و8 تنزل مكان ال n. وفي ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش تحل المعادلة بعد ما تجيلها بهذا الشكل، تبقى مشكلة كبيرة قوي. يبقى ال n هتساوي 40 على الـ8، 5 × 8 بـ40. طبعا كده 5 مقاومات، عدد المقاومات كام؟ 5. سؤال 16 بيقول لي: وصلت 3 مقاومات، مديني قيمة المقاومات ونسمي دي مثلا وليكن R1 R2 R3 بمصدر تيار، وكانت شدة التيار المر في كل مقاومة، يعني هذا I1 I2 I3. خلي بالك تيارات مختلفة، تيارات مختلفة، يبقى أكيد التوصيل مش توالي. يعني طالما عندي اقدر اجيب في واحد، فرق الجهد بتاع واحد بيساوي I1 في R1. I1 اللي هي 0.1 × 6 يطلع 0.6 فولت. اجيب في 2 تساوي I2، R2 تساوي 0.2 × 3 بـ0.6 فولت. فرق الجهد بتاع الاتنين دول زي بعض، خلي بالك، يعني دول متوصلين مع بعض توازي. اتفقنا كده؟ اتفقنا. تعال نشوف V3 هتساوي I3 في R3، 0.3 × 1 تساوي 0.3 فولت. انت ملاحظ حاجة؟ الجهدين دول مع بعض كده
زي بعض، يبقى المقاومتين دول متوصلين توصيل توازي. طيب دي غيرهم جهد مختلف، يبقى ملهاش دعوة بيهم. يبقى انا ممكن ارسم الدايرة كده، شوف الكلام اللي انا رسمه ده كده صح ولا مش صح. هذه ار واحد اللي هي قيمتها 6 اوم، وهذه ار اتنين اللي هي قيمتها 3 اوم. كان في تيار ماشي هنا وكان في تيار ماشي هنا، التيار اللي كان ماشي في 6 0.1، التيار اللي كان ماشي في 2 0.2. على فكرة فرق الجهد هنا 0.6، فرق الجهد هنا 0.6، عشان كده متوصلين توازي. دي لوحدها فرق الجهد بتاعها 0.3، يبقى متوصلة بره الليلة ديت توالي. يبقى دي المقاومة اللي كانت قيمتها 1 اهو. هو بيقول لي القيمة المكافئة لهذه الدائرة، دول توازي. توازي يعني ايه؟ يعني 6 في 3 على 6 زائد 3، 3 6 و18 على 9 فيها 2 اوم. وعندك هنا 1 اوم، طبعا ده كده توالي، يعني هتبقى ال ار اي كيو هتساوي 1 زائد 2 تساوي 3 اوم. لو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، جيت فتحت هنا مباشرة وانت مش مذاكر او بتاع، هيبقى فيه بالنسبة لك مشكلة يعني، فما تظلمنيش. ها لازم تذاكر الدرس من اوله. 3 اوم كده خلاص حليناها. يلا نشوف السؤال اللي بعديه. 17، 3 مقاومات وندينا 3 جهود، هذه ار واحد ار اتنين ار تلاتة في واحد في اتنين في تلاتة. طب ايه رأيكو نجيب اي واحد ساوي في واحد على ار واحد، في واحد 50 على 20 ب2.5 امبير. نجيب التيار رقم 2 في 2 على ار 2 بيساوي 20 على 40 بنص امبير. نجيب التيار رقم 3 في 3 على ار 3 بيساوي 30 على 60 بنص امبير. اقفش، في مقاومة فيها نص ومقاومة فيها نص، يبقوا دول متوصلين مع ايه يا برنس؟ مع بعض على التوالي. طب هل دي معاهم على التوالي؟ لا طبعا. يعني اما اجي ارسم لك المقاومة 2 والمقاومة 3 على التوالي، ارسم كده مقاومة 2 اللي هي قيمتها 40 والمقاومة 3 اللي قيمتها 60 على التوالي. هل التل الرقم 1 هتبقى جنبهم هنا؟ طبعا استحالة، يعني اكيد متوصلة معاهم يا مستر بهذه الطريقة. دي ال ار 1 اللي هي قيمتها بتساوي 20 اوم. مش مصدقك يا استاذ، اقول لك يا عم ليه بس مش مصدقني. انا عملت لك حاجة، فرق الجهد 2 و3 مجموعهم 50، وفرق الجهد بتاع 1 50، يبقى فرق الجهد هنا لهنا 50، فرق الجهد من هنا لهنا 50، يبقى كده الدايرة احنا ظبطناها ظابطة 100 100. بيقول لي عايز المقاومة المكافئة. المقاومة المكافئة ده لعبتي خلاص، دول توصيل توالي، يعني 40 زائد 60 بيساوي 100، والمية اللي طالعة هتبقى مع دي توازي. يبقى ال ار اي كيو او المقاومة المكافئة هتساوي 20 في 100 على 20 زائد 100، يطلع الرقم 16.67 اوم، رقم 100 100 اهو، ما عندكش حجة. كده انت عرفت قيمة المقاومة المكافئة. في اي الاشكال التي يكون فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4 يساوي 4 فولت؟ فين المقاومة 4؟ هنا المقاومة 4 دي. عايزين نشوف انهي رسمة اللي هيكون فرق الجهد بيساوي 4 فولت. تعال نشوف اللي على الشمال دي،
فرق الجهد اي في ار، 4 في 6 ب24، طبعا مش هي. تعال نشوف هنا، التيار 3 هيمشي هنا برضو، يبقى 3 في 4 ب12. للأسف مش هي. تعال نشوف التلاتة دي، التلاتة دي هتتقسم، هيخش هنا جزء ويخش هنا جزء. تيجي نجيب التيار اللي ماشي في هذا الفرع، نجيب التيار ده، التيار اللي ماشي في الفرع ده هيساوي التيار التوتال مضروب في مقاومة الفرع التاني، مقاومة الفرع التاني على مجموع المقاومتين. سهلة. التيار اللي ماشي هنا هيساوي التيار توتال مضروب في المقاومة بتاعة الفرع التاني على مجموع المقاومتين. يبقى هنا حضرتك 3 في 2 ب6، 6 على 6 بيساوي 1 أمبير، يعني فرق الجهد هنا هيبقى 1 في 4 هيساوي 4 فولت، وده اللي كان الباشمهندس عايزه. ادينا جبناهوله. تيجي نجيب دي بالمرة، تعال نجيب دي بالمرة، تعال هات لي التيار اللي ماشي هنا عشان تتدرب عليه. عايز التيار اللي ماشي هنا، كان فيه تيار 12 داخل هنا كده، يبقى التيار ده هيساوي 12 مضروب في المقاومة التانية، 2 على 2 زائد 4، 2 في 12 ب24، على 2 زائد 4 بكام؟ ب6، 24 على 6 يبقى فيها كام؟ 4. كده جبنا التيار. طب فرق الجهد بيساوي اي في ار، يعني 4 في 4 يساوي 16 فولت. طبعا ديت مش الإجابة المطلوبة. يبقى كده حضرتك نكمل مع بعض سؤال ولا سؤالين.